معايا على التليفون كابتن امير عبد العزيز. كابتن امير عبد العزيز المدرب العام السابق لنادي الزمالك، نفهم منه بالظبط تفاصيل اعتذاره النهارده، وشايف الموضوع كان عامل ازاي، وقصه رحيل كارتيرود. يا كابتن امير اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. ازيك يا ابراهيم؟ اخبارك يا ابو الكباتن؟ الفل حبيبي، ازي حضرتك؟ الله والله كله كويس الحمد لله، فضل ونعمه. كله تمام الحمد لله. هل كنت تتوقع هذا الرحيل لباتريس كارتيرون، انه الراجل يرحل بالشكل ده بشرط جزائي ويروح ويدفعه وكل حاجه تبقى هو مجهزها في دماغه بسيناريو مرسوم، بعيدا عن كل الناس بما فيهم امير عبد العزيز نفسه اللي هو يعتبر عضو من الاعضاء المؤثرين جدا في الجهاز الفني؟ والله ابراهيم بص، هي المفاجاه والصدمه كبيره جدا على كل جماهير الكرة في مصر، سواء جميع انتماءاتها، يعني سواء زمالك سواء اهلي سواء اسماعيلي اتحاد. الموضوع جه مفاجئ جدا جدا جدا، محدش كان يتوقع الرحيل المفاجئ ده خالص. كنا شغالين على ماتش الانتاج الحربي، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا وقدرنا ناخد الثلاثة بونت في ظل الغيابات اللي كانت موجودة، وكنا خارجين مبسوطين جدا وسعداء ان احنا يعني محافظين على المركز الثاني بفرق نقط مريح عن بيراميدز وعن نادي المقاولين. فمحدش كان يتوقع خالص السيناريو، واحنا كنا قاعدين في المعسكر مفيش اي كلام في الكلام ده خالص ولا في اي حاجة غير ان احنا بنفكر في بطولة افريقيا وماتش الرجاء وازاي نوصل لماتش الرجاء واحنا كاملين، ما عندناش اصابات، اللعيبه كلها بتاعتنا موجوده في افضل حالاتنا الفنيه والبدنيه. لكن الوضع اللي حصل ده انا فوجئت حتى لما رحت النادي. رحت النادي يوميها بدري، رحت الساعه 4 والتمرين كان الساعه 6. فوجئت ان مستر كارتيرون كان عنده اجتماع مع مستشار مرتضى يعني. بعدين عرفت القصه بقى اللي حصلت. ما كانش باين اي اشارات، ما كانش باين اي حاجه، ما اداش اي ايحاء لاي حد انه بيتفق مع فرقه، انه بيمشي، انه عليه اي علامه من العلامات. الحاجات دي على الاقل يبقى ليها اي مؤشرات يا كابتن امير. والله ابراهيم بص، احنا كنا شغالين قبل ماتش الانتاج الحربي التمرين، وكنا شغالين عادي جدا لدرجه كمان ان احنا يوم الماتش بتاع الانتاج الحربي رحنا مرنا اللعيبه المستدعيين. احنا كل ماتش كل مباراه بنروح الجهاز الفني كامل، بنروح نمرن اللعيبه المستبعده حفاظا على النواحي البدنيه بتاعتهم والنفسيه، وان هم ما يحسوش ان هم بعيد، ما يحسوش ان احنا مش مهتمين بيهم. ايوه. فكنا بنروح يوم الماتش الصبح الساعه 9 ونص كنا موجودين في النادي نمرن اللعيبه ونرجع على المعسكر نشوف بقيه الشغل بتاعنا طول اليوم لحد ما نوصل للمباراه. فما كانش في اي حاجه. لو واحد بيفكر ان هو هيمشي او عايز او مثلا متفق مع نادي او في مثلا اي حاجه مثلا في دماغه مثلا او في اي تفكير مش هيروح يمرن اللعيبه المستبعده. غامض قوي للدرجه هو يعني مش هيفكر ان هو يروح المشوار دوت الصبح بدري ونروح ونمرن اللعيبه، او ان هو يبقى عايز يحافظ على نفسيه اللعيبه المستبعدين وعايز يكسب ثقه. طب امال من وجهه نظرك ايه؟ هل هو عنده كان القدره الكبيره جدا جدا على البوكر فيس، انه ما فيش حاجه تبان عليه، انه يتعامل بالموضوع لحد ما يخلص كل حاجه وقيمه الشرط الجزائي تبقى معاه ويخلص كل حاجه بالسريه ديت؟ ما هي مالهاش اصله اي تفسيرات تانية. ما هو مش ما هو مستحيل برضه يا كابتن امير بين يوم وليله الراجل ده صحي راح دافع الشرط الجزائي وماشي، ده النهارده خلاص هو التعاون اعلن رسمي. بص يا ابراهيم والله هو يعني هو طبعا احنا يعني لما بنقعد نتكلم ما بنتكلمش في تفاصيل، يعني احنا بنتكلم في حاجات كلها خاصه بالفرقه بالكوره. ايوه بالكوره يعني ما بنتكلمش هو مثلا بيكلم مين ولا بيبعت لمين، ما بيتكلمش هو في الحاجات دي، ما بيتكلمش. لا الحاجات دي لا خالص، احنا بالعكس احنا طول ما احنا قاعدين فطار غدا عشاء احنا بنتكلم على الفرقه، مين هيلعب، مين مصاب، طب هنحط مين مكان مين، طب النهارده هنشتغل ايه، طب سيستم اللعب، طب لو حصل مثلا الماتش طب مين ممكن ينزل، طب عندنا مشكله في الباك ليك، طب عندنا مشكله في الديفندر، طب كل تفكيرنا وكل كلامنا في الكوره وفي الفرقه وفي التيم، وان احنا ازاي نوظف كل امكانياتنا الفنيه ان احنا نخرج بالمباراه وان احنا واخدين الثلاثة بونت. يبقى شغلنا الشاغل في المعسكر ان انت بتحضر ازاي للمباراه.
طيب خليني اسالك يا كابتن امير، يعني يمكن اتكلمت مع عدد من لاعيبه نادي الزمالك وهم نفسهم مستائين ومستغربين من فكره رحيل الراجل بالشكل ده، وبرضه مستغربين ان هو حتى كمان ما ودعش اللعيبه، يعني اللعيبه كانوا دايما بيتعاملوا معاه بنوع من الود والقرب، والطبيعي حتى كمان لو هيمشي هيدفع الشرط الجزائي انه على الاقل يعمل جلسه مع اللعيبه يشكرهم يودعهم يقول لهم يعني يشدوا حيلكم، لانه هو ساب الفرقه في توقيت الحقيقه توقيت صعب جدا. يعني مش غريبه برضو بالنسبه لك ولا انا اللي مستغرب بس واللعيبه بس اللي مستغربه؟ لا الناس كلها استغربت، الناس كلها فوجئت يعني، فاهم؟ الناس كلها فوجئت بالوضع يعني. بس انت عارف نادي الزمالك نادي كبير طبعا ومعاه مجلس اداره قوي، يقدر يدير الازمات بشكل كويس قوي قوي قوي. احنا شايفين المستشار مرتضى من اول ما عرف القرار وهو بيدير الازمه على اعلى مستوى يعني. تحركات، اجتماعات مع اللعيبه، زي ما بقول لك كده، برين نادي الزمالك نادي كبير، وياما مدربين كانت موجوده في النادي ومشيت، وياما مدربين حققوا انجازات مع النادي ومشوا بعد كده. اهم حاجه بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يعدي الازمه دي على خير ويركز في بطولة افريقيا ان شاء الله، وياخد بطولة افريقيا ويتخطى الرجاء ويوصل ان شاء الله النهائي وياخد البطولة. حلم كبير بنشتغل عليه واللعيبة بتشتغل عليه وان شاء الله يحققوه. نادي الزمالك خلي بالك يمتلك مجموعة لعيبة على اعلى مستوى، يمتلك لعيبة تمتلك شخصية قوية جدا جدا جدا، عندهم كاريزما يقدروا يتخطوا أي صعوبات. مع وجود مجلس إدارة قوي يقدر يحتوي اللعيبة ويقدر يحتوي المشكلة إن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك في النهائي إن شاء الله. اعتذرت ليه؟ حسيت إن أنا ممكن في الوضع الحالي مش هيبقى ليا دور يعني. دوري مش هيبقى مناسب، خصوصا ان انا الفتره اللي فاتت ديت كنت مع الفريق رقم 2. حسيت ان انا هبقى موجود في الجهاز دوت، دوري هيبقى ممكن يبقى اقل شويه. ما حبيتش ان انا احط نفسي في الموقف دوت، خصوصا ان انا امبارح مدرب عام، النهارده هبقى مدرب، صورتي هتتهز ما بين اللعيبه. وانا فضلت ان انا يعني اكون مش متواجد واسيب الفرصه للجهاز اللي موجود بقياده الكابتن طارق هو يشتغل على الفكر بتاعه ويدير الفرقه باللي هو شايفه هينجح بيه ان شاء الله. وانا سواء موجود او مش موجود انا كده كده في نادي الزمالك كل يوم ومتابع كويس قوي 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 وبدعم وبساند. طيب انا عايز اسالك سؤال، ليه 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 بصيت لها كده؟ ليه ما حسبتهاش الحسبه بتاعت انك اللي هتسلم المهمه للجهاز اللي موجود وهتسلمهم التقرير وهتعرفهم الفرقه وعلى الاقل تمشي شويه مع الفريق والدنيا تمشي كويس وتقول سلام عليكم؟ ليه ما بصيت لهاش على ان انت حلقه الوصل المهمه في الموضوع؟ افهم برضو حساباتك، يعني حساباتك كانت ايه برضو كلها؟ انا مبدئيا يا ابراهيم ما كانش عندي ازمه خالص ان انا اقعد مع الكابتن طارق. لو طلب مني ان انا اقعد معاه واكلمه على الفرقه واديله اي تقارير هو عايزها عن حاله اللعيبه واللعيبه اللي موجودين، وطبعا الكابتن طارق عايش في النادي وعارف ومتابع كل حاجه. اولا الكابتن طارق ما طلبش مني، ثانيا يعني انا بلغت من الكابتن زاهر ان الكابتن طارق معاه الكابتن مدحت عبد الهادي مدرب عام، وهو ومحتاج ان انا ابقى مدرب. انت عارف انت لما بتطلع خطوه، ايوه، وطبعا الخطوه ديت انا بشكر عليها المستشار مرتضى منصور، وقعدت اشكره من هنا لحد السنه الجايه. مش هوفي حقه لان دي من الحاجات الجميله جدا 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 اللي بيعملها المستشار مرتضى ومستر امير مرتضى، ان هم بيدوا الفرصه لاولاد النادي ان هم موجودين. وده مش معايا انا بس، كان قبل كده مع امير عزمي وايمن عبد العزيز. قبل كده كان نادي الزمالك حكر على اشخاص معينه، بيمشي وبيرجع وبعدين يمشي وبعدين يرجع،
كناش بنشوف وجوه جديده الفتره اللي فاتت ديت، وفي ظل وجود المستشار مرتضى وعمير مرتضى الوجوه بتتغير، بيدي الفرصه للناس كلها. فهو اداني فرصه مدرب مع الكابتن سامي الشيشيني، وكابتن سامي الشيشيني كان مدرب عام، وبعدين وثق في امكانياتي اكتر وفي قدراتي اكتر مع النتائج الحمد لله اللي اتحققت الايجابيه، فخلاني مدرب عام. فانا لما اوصل ابقى مدرب عام نادي الزمالك بحجم نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك ده، دي حاجه كبيره جدا وحاجه ايجابيه جدا 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 في تاريخي. فما ينفعش ان انا اوصل مدرب عام وارجع بعد كده تاني ابقى مدرب. انا عايز افكر لقدام، انا عندي طموح ان انا ابقى مدير فني في الدوري الممتاز المصري وابقى مدير فني لنادي الزمالك. سواء بعد كده قدام ربنا يكرمني ان شاء الله واشتغل في الدوري المصري واحقق نتائج، ان انا اوصل مدير فني، حلم ان انا اوصل مدير فني لنادي الزمالك. فما ينفعش ان انت لما توصل للمرتبه ديت وتحقق النتائج الايجابيه ديت، ان انت توصل دور الاربعه في بطوله افريقيا وتكسب النادي الاهلي مرتين، تاخد السوبرين السوبر الافريقي والسوبر المصري، تكسب بيراميدز مرتين، تحقق نتائج ايجابيه الحمد لله كويسه جدا بشهاده الناس كلها. نادي الزمالك السنه دي بيقدم موسم الحمد لله من احسن المواسم. فما ينفعش انت لما توصل للمرحله ديت ان انت ترجع تاني خطوه لورا. انا حسيت ان هي مش هتبقى مفيده بالنسبه لي، لكن طموح، انا موجود طموح مشروع برضه يا كابتن امير، يعني كل اللي حاجة بتقوله ده طموح مشروع طبيعي جدا. صحيح طبيعي طيب جدا. خليني اسالك في جزئيه مهمه، بما انك طبعا لحد امبارح انت ايدك جوه فرقه الزمالك، ايدك وعقلك وكل يعني جوارحك كلها موجوده جوه فرقه الزمالك، ما هي مدى قدره اللعيبه على لم بعضها في ظروف صعبه زي ديت علشان تساعد الجهاز الفني؟ لانه الوضع ده صعب جدا على اي جهاز فني حتى لو كان قاعد جوه النادي، الموضوع صعب جدا جدا. واللعيبه تقبلها ازاي لفكره انه كارتيرون مشي وبقى في جهاز فني مصري موجود؟ عايز افهم منك الجزئيه ديت، لان برضه هيبقى منها رسائل تستنبطها جماهير نادي الزمالك. يعني يا ابراهيم زي ما قلت لك كده، لعيبه الزمالك اولا عندهم خبرات عاليه جدا جدا جدا، سواء في البطوله الافريقيه او في البطوله المحليه. بيعرفوا يفصلوا ما بين الازمات، بيعرفوا ياخدوا نفسهم قوي ويقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويجمعوا بعض ويلموا بعض. وده حصل لما جينا احنا بعد مستر ميتشو ما مشي، كانت نفس الظروف برضو، وكان موجود انا والكابتن سامي ومستر كارترون. ايوه. واللعيبه قدرت تقفل على نفسها وقدرت تلم نفسها وقدروا يشتغلوا على نفسهم كويس، حققوا النتائج الرائعه اللي هم حققوها ديت. انا شايف انها مش ازمه، فرقه نادي الزمالك زي ما قلت لك يمتلكوا من الشخصيه القويه والكاريزما ان هم يقدروا يتعاملوا مع اي ظروف، يقدروا يتعاملوا مع اي سلبيات موجوده الفتره ديت، مع وجود زي ما قلت لك مجلس اداره قوي يقدر يلم اللعيبه ويقدر يتعامل، مع ان شاء الله وجود الكابتن طارق بشخصيته بخبراته الكبيره، وجود مدحت ووجود ايمن من ولاد النادي ان هم يقدروا يلموا بعض ويقفلوا على بعض. صحيح. عايز اعرف اقوى من الاول يعني ان شاء الله. عايز ده اخر سؤال يا كابتن امير، عايز اعرف وجهه نظرك ايه، هل تفضل او عندك وجهه نظر معينه في انه يستمر الكابتن طارق يحيى ومعه الجهاز بالكامل حتى بطوله افريقيا، ولا يبقى في جهاز فني اجنبي كما يتحرك نادي الزمالك في هذه الجزئيه وتكون دي فتره مؤقته بالنسبه للكابتن طارق؟ مرحله ماذا بعد يعني؟ بص، هي مش مساله فتره مؤقته او فتره مستقبليه، هو الكابتن طارق ابن من ابناء نادي الزمالك، ولما بيطلب منه ان هو بيبقى موجود بيبقى متواجد وبيشتغل باصرار وعزيمه وبكل اخلاص، وده حال كل مدربين نادي الزمالك سواء انا موجود او بره او اي حد موجود من ولاد نادي الزمالك، دي حاجه طبيعيه جدا. لكن انا افضل في المرحله اللي جايه مع اللعيبه اللي موجوده ديت والنجوم اللي موجوده في فرقه نادي الزمالك وال اقول لك والتطلعات والطموحات بتاعت مجلس اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الفتره اللي جايه ديت، ان انت تحقق بطوله افريقيا وتخش كاس عالم الانديه وان شاء الله تبقى موجود في بطوله افريقيا السنه الجايه. انا شايف ان وجود مدير فني اجنبي مع 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 اللعيبه اللي موجوده ديت هيكون ان شاء الله افضل لنادي الزمالك، مع كامل احترامي للجهاز الفني الموجود
ان هو يقدر يدير ويقدر يمشي ويقدر يشتغل لابعد من بطوله افريقيا كمان. فكان انا شايف ان الاهلي والزمالك في مصر يفضل ان يكون مدرب اجنبي موجود او مدير فني اجنبي على مستوى عالي، عنده من الشخصيه وعنده من الطموحات ان هو يقدر يحقق طموحات نادي الزمالك وجماهيرنا، طموحات وجماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك للفتره اللي جايه. نادي الزمالك نادي كبير عنده تاريخ كبير، فدايما على طول بيلعب على كل البطولات. صحيح. فانت عشان تحقق البطولات دي كلها لازم يكون عندك مدير فني اجنبي عنده خبره وعنده شخصيه وعنده كاريزما، يكون اشتغل في الوطن العربي واشتغل في قاره افريقيا عموما، يكون ليه اسم تقيل ويقدر يقود السفينه ديت مع وجود مجلس الاداره المحترم اللي شغال دوت في نادي الزمالك بقياده المستشار مرتضى، يحققوا طموح جماهير نادي الزمالك. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن امير، وبتمنى لك يا رب دايما كل التوفيق. كابتن امير عبد العزيز المدرب العام السابق لنادي الزمالك، وشرح تفاصيل كتيره سواء ليها علاقه بكواليس رحيل كارتيرون، كواليس كمان اعتذاره عن عدم الاستمرار في نادي الزمالك. مقدر جدا جدا الكابتن امير. اما فيما يتعلق ايضا كمان بوجهه نظره، فكانت واضحه انه الزمالك يحتاج الى جهاز فني اجنبي بعد هذه المرحله مع الكابتن طارق يحيى وجهازه الفني من ولاد نادي الزمالك بالكامل.